لسان العصفور اللي ما يعرفه هو عبارة عن مكرونة مصنعة على شكل رز. نسمع كثير عن شوربة لسان العصفور، بس اليوم إن شاء الله بنسويها طاجن. في القدر الكاتم بنحط شوي زيت ونخليه يسخن، وبعدين نحمر شرائح اللحم. بنحمر اللحم بهذا الشكل، شفتوا طالع أحمر، بيعطي طعم ونكهة حلوة للأكل. نصب عليه الموية المغلية ونضيف البصل والبهارات العدلة، وبنسكر القدر ونكتمه تقريبا 30 دقيقة حتى يستوي اللحم. في قدر ثاني نحمص البصل والثوم في الزيت، بعدين نضيف عليه فلفل رومي مقطع صغار، ومعجون طماطم. البهارات الناعمة فلفل أسود وبابريكا وملح. بنضيف لسان العصفور بدون غسل لأنه مكرونة. في ناس يحبون يحمسون لسان العصفور مع شوي زيت قبل، أنا استخدمته على طول، ولكن في هذه الطريقة محتاجين نزيد دسم زيادة. بالطاجن نوزع لسان العصفور، واللحم المطبوخ نصب عليه مرق اللحم حتى يغطي، وندخل الفرن.
هذه الأكلة يونانية بلمسة عربية، وحنا ناكلها نحس بطعم فاخر مختلف عن باقي الوصفات.